السلام عليكم. اليوم نروحوا لملعب دويره اللي نقف على اخر الروتوشات اللي الملعب يعني الروتوشات الخارجيه، نشوف يعني وضع السياج نتاع الملعب واماكن الاقتناء للتذاكر ويعني كل ما هو فينيسيا حول الملعب هذا اللي يعني يكون جاهز ان شاء الله في بدايه العام المقبل، وما يبقى الا بعض الاشغال تاع المداخل والمخارج تاع الملعب وكذا المراكن لركن السيارات. اذا اشغال خارجيه ما زالت قبل الانتهاء من الاشغال هذه. اترككم تتابعون والسلام عليكم.